هل يجوز مصافحة المرأة الأجنبية التي تأتي من أجل أن تسلم، وإذا لم تصافح يحدث فعل عكسي وتظن أنها محتقرة، فماذا يفعل المسلم حينئذ؟ الجواب: لا يجوز مصافحتها، لما روى الترمذي في جامعه عن أميمة بنت رقيقة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اني لا اصافح النساء. ولما روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت في رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما مست يده يد امرأة قط. وروى الطبراني في معجمه عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فتفهم أن هذا ليس من باب الاحتقار، ولكنه أمر ديني. ثم بعد هذا أيضا مع المصافحة نظر وكلام، فلابد من البناء. نعم، على أساس صحيح. وذكرت أن في حديث أميمة بنت رقيقة أن امرأة قالت: ألا تصافحنا يا رسول الله كما تصافح الرجال؟ فقال: إني لا أصافح النساء. ما قولي لمئة امرأة إلا كقولي لامرأة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهن الآية التي في آخر الممتحنة ثم يقول لهن: أنتن على ذلك؟ فيقولن: نعم.